أيها السادة والسيدات، رحبوا من فضلكم بالمقدم الأفضل أنا. شكرا شكرا. مرحبا، أنا زيد، وأنا سعيد جدا. أبي أعطاني هذه المسطرة. نعم، قال أبي إني أستطيع استخدامها في قياس الطول، لذا سأقيس طول قدمي. هي، ولكن لماذا قدمي؟ لماذا لا أقيس بيتي؟ أو ربما الحديقة؟ أو لماذا لا نقيس شيئا كبيرا مثل الحوت الأزرق؟ نعم، إنه أكبر حيوان على الأرض. أخبرتني أمي بذلك. مهلا، الحوت الأزرق أكبر من هذه المسطرة. ترى ما العمل؟ كيف نستخدم مسطرة صغيرة وذلك لقياس الحوت؟ زيد، وقت الفطور. مذهل، وقت الفطور. إنه وقت الطعام. صباح الخير. صباح الخير زيد. صباح الخير يا أبي. لقد أحضرت المسطرة التي أعطيتني إياها. أنا سعيد لأنها أعجبتك، وأنا أحضرت مسطرتي. هذا رائع. أحملها دائما، فأنا أستخدمها في عملي. أتعرف أنا لا أقص الخشب دون استخدامها. حقا؟ نعم. هيا سأريك الطريقة. حسنا. تسمى المسافة بين كل رقمين بالسنتيمتر. سنتيمتر؟ نعم، هكذا نقيس طول الأشياء. حسنا. لنقيس قطر الوعاء، هو 11 سنتيمترا. أعجبتني المسطرة، ولكن كيف سأقيس طول أشياء طويلة جدا؟ أشياء طويلة؟ ماذا تعني؟ حسنا، كيف أقيس مثلا طول حوت بهذه المسطرة؟ طول حوت؟ نعم. يجب أن تستخدم شيئا أكبر من المسطرة، مثلا. عزيزتي، هل تعرفين؟ أخبريني أمي، كيف نقيس حوتا بهذه المسطرة؟ لا أعرف، لكن هذا سؤال هام جدا سأدونه. ترى هل هناك مساطر أطول من هذا؟ بالتأكيد. عزيزتي، هل بحثت عن صور للمساطر؟ سأبحث فورا. حسنا، لنرى أنواع المساطر. هذه واحدة كمسطرتك، وهذه مسطرة تفرد لتصبح أكبر. وهذا مقياس يسحب إلى الخارج. ترى هل يصنعون مقياسا طويلا لقياس طول الحيتان؟ في الحقيقة يا عزيزي، أنا لا أعرف. ولا أنا، ولكن ربما تعرف معلمتك ذلك. هذا أمر تستطيع استكشافه في المدرسة. فكرة رائعة يا أبي. إذن سوف أستكشف الأمر. وسوف تكونين برفقتي، ولكن سأنهي فطوري أولا. هيا يا أمي. أمي هالأمي. كي لا أتأخر عن درس العلوم. نعم. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هي جميلة. أعيروني انتباهكم. لا لا وو، لا لا وو، لا لا وو. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هو جابر. نعم، أعيروني انتباهكم. أنا نجم مشهور. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هي مي. أعيروني انتباهكم. لا 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 لا. جميل. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ إنه زيد. هل سمعتم عن الفتى الذي يريد أن يعرف أي شيء عن كل شيء؟ إنه أنا. والآن حان وقت التقرير.
مرحبا، أنا زيد المراسل المتجول. إليكم تقرير اليوم. السؤال: لماذا نستخدم المسطرة؟ يمكنكم أن تشاركوا لنعثر على الأجوبة. مرحبا يا جابر. مرحبا زيد. لماذا نستخدم المسطرة؟ سوف أقيس طول قطعة عجين ثم سأكلها. ستأكل العجينة أم المسطرة؟ زيد، لا يمكنك أن تأكل المسطرة. جواب مقنع. شكرا. مرحبا يا مي. أهلا. سأساعدك. رائع. مي، لماذا تستخدمين المسطرة؟ لأقيس الرسم الذي رسمته على دفتر الرسم. شكرا لك. قياس الرسم بالمسطرة، يا لها من فكرة رائعة. شكرا. شكرا لك. وداعا. وداعا. لا 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 لا. مرحبا جميلة. أهلا. أخبريني لماذا تستخدمين المسطرة؟ سأبحث عن عظم ديناصور في حديقتي وأقيس طوله. نعم. وسأتخصص في هذا المجال وسأصبح سأصبح عالمة ديناصورات. جميل. لا 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 لا. صديقتي جميلة ذكية جدا. والآن إليكم النتائج. سيقيس جابر طول قطعة العجين، ومي ستقيس طول الرسوم لأنها تحب الرسم. أما جميلة فستجد عظم ديناصور وتقيسه. هل فكرتم في شيء ما؟ هذا كل شيء. أنا زيد المراسل الجوال وخبير القياس العالمي. يا أطفال هيا تعالوا، هذه معلمتي. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، حان وقت جلستنا، جلستنا على السجادة. هيا معي آنفة دودي. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، جلستنا على السجادة. ارقص وأنت تأتي إلى هنا يا جابر. حسناً. هذا رائع. والآن يا صغاري، من لديه موضوع لليوم؟ أنا يا معلمتي. تفضل يا زيد. حسناً. ها هي. ترى ترى، أعطاني أبي هذه المسطرة، انظر. هدية رائعة. أتعرف يا زيد إنها إحدى الأدوات العلمية؟ أنسة، عندي سؤال. هذه مسطرة صغيرة، ماذا نستخدم لقياس شيء كبير؟ كنت أسأل السؤال نفسه، كيف أقيس طول حوت أزرق؟ لكن لا أظن أني سأستخدم هذه. معلمتي، هل يصنعون مساطير أكبر من هذه؟ بالتأكيد، ويسمى مقياسا. نعم، وقد أرتني أمي صورته، يشبه مسطرة طويلة ويمكننا سحبه، فهو يسحب هكذا. مسطرة تطول، لنستخدم مقياسا لقياس شيء طويل. سأحضر واحدا غدا من المنزل لأنه لا يوجد مقياس هنا. ولكن أنا أعرف مكانا مناسبا لاستكشاف طرائق قياس الأشياء الكبيرة. أيها العلماء الصغار، تعرفون المكان. إلى المختبر العجيب. سأضع المسطرة في الحقيبة. حسنا. والآن المختبر العجيب. احملوا دفاتركم وانطلقوا. هيا. المختبر العجيب، ابحث اكتشف. اليوم في مختبر العلوم سنكتشف طريقة قياس الأشياء الكبيرة والطويلة. هل نستطيع قياس الصف؟ بالتأكيد يا مي، ولكن إن مسطرة زيد قصيرة وليس لدينا أي مقياس، كيف سنقيس الصف؟ أنا طويل، يمكنكم استخدامي. انظروا. انظروا، جابر واحد زائد جابر اثنان.
يدي يساوي 2 جابر، وأظن أن طول الصف 10 أطوال جابر. هذا تقدير رائع يا جابر، وهي إحدى طرائق قياس طول الصف. حقا؟ نعم يا صغاري، من المعتاد استخدام أشياء غير المسطرة للقياس. هل يمكننا استخدام الحذاء لقياس طول الصف؟ بكل تأكيد، وعندما نستخدم شيئا في القياس غير المسطرة يسمى قياسا غير مباشر. نعم، قياسا غير مباشر. أحسنت يا جابر. أثبتت وجهة نظري. كنت محقا. معلمتي، هل يمكن قياس الصف باستخدام 5 أحذية و7 وردات وأكثر من جابر؟ هناك قواعد يجب اتباعها في القياس غير المباشر، يجب استخدام نوع واحد في أثناء القياس. يمكننا استخدام الأحذية أو الورد أو جابر. تماما، النوع والقياس نفسيهما. آنسة، في المسطرة كل سنتيمترات بالقياس نفسه. أحسنت يا جميلة. وهناك قاعدة أخرى، لا يمكن ترك فراغات بين الأشياء المستخدمة للقياس مثل هاتين القطعتين. سأفعل ذلك، هيا لنبدأ القياس. انظروا، سأكون وحدة القياس. هيا راقبوني. هيا بنا. هيا. أنتم علماء ويمكنكم أن تشاركوا. حسنا، سنقيس الصف بالقياس غير المباشر، أي سنستخدم شيئا آخر غير المسطرة. اليوم سنستخدم أجسامنا. استلقي على الأرض وسنضع علامة لنحدد مكانك. يجب أن لا نترك فراغات. لنبدأ بقياس طول الصف. سنكرر الاستلقاء وتحديد المكان حتى الطرف الآخر. كدنا نصل. استمروا في القياس. هاي، المكان يتسع لنصف جسم. والآن لنعد العلامات. 1، 2، 3، 4، ونصف. يمكننا صنع مسطرة ورقية في حجمنا. استلقي ودع أصدقائك يرسموك على الورق. ثم ستقص المعلمة الورقة وسنقيس طول الصف. لا تترك أي فراغ كما فعلنا في المرة السابقة. حسنا، مسطرة ورقية واحدة. 2، 3، 4، وأخيرا نصف مسطرة ورقية. ارسموا في دفاتركم أنواع وحدات القياس التي استخدمناها. هل تذكرون كم جسم طوله كطول الصف؟ زيد، هل أستطيع رؤية دفترك؟ نعم، رسمت جابر على الأرض. رسمت عدد المرات التي استلقى فيها على الأرض، وفي النهاية وجدنا أن طول الصف 14 جابرا. أحسنت عملا يا زيد، لقد أصبحنا نعرف طول الصف بوحدة جابر. جميلة، ماذا رسمتي؟ أنا كنت أفكر إذا استخدمنا جابرا لقياس الصف فيمكننا استخدامه لقياس السجادة أيضا. سارة. هيا يا جابر، هيا هيا هيا. حسنا، طول السجادة 3 جابر. حسنا، طول هذه المكتبة جابر واحد. نعم، أنا أفضل وحدة قياس غير مباشر في العالم. كنت رائعا يا جابر، أنتم علمائي الصغار المفضلون. والآن أعتقد أنه قد حان الوقت ليبدأ العلماء الصغار باللعب والقياس معا. رائع. تفضلوا. إنه وقت اللعب المضحك. لما الحيتان كبيرة ورمادية وليست صغيرة وخضراء؟ لا أعرف، لماذا؟ لأنها لو كانت صغيرة وخضراء فستصبح ضفادع. هاي زيد. نعم. كيف نقيس الدلو؟ لا أعرف، كيف؟ نستخدم دلوان. هاي زيد. ماذا؟ كيف نقيس أكبر دلو؟ لا أعرف، كيف؟ نستخدم دلوان كبيرا. هاي زيد. كيف نقيس أكبر دلو؟
أظننا نستخدم دلوا. كيف عرفتها؟ كيف يقص النجار الخشب إلى قطع متساوية؟ لا أعرف كيف. يستخدم المنشار. ليست مضحكة، سأقول نكتة أخرى. كيف يقول النجار مرحبا؟ كيف؟ هكذا، مرحبا. مرحبا، أنا أدعى جميلة وأعرف كل شيء. اطرحوا أي سؤال تريدونه لي. هيا، لما تقفين هناك؟ سؤال وجيه، لأنه مكان رائع. السؤال التالي. آنسة جميلة، هل للمساطر قياس واحد؟ جوابي هو لا، هناك قياسات مختلفة. هاي، هل تريدين معانقة حوت؟ لا أستطيع ذلك، فالحوت كبير جدا. عندي سؤال، هل يمكننا قياس طول جبل؟ نعم، يمكننا قياس طوله. أيهما أطول، ثلاث بقرات أم حوت واحد؟ الحوت أطول. أيهما أطول، الحوت أم الحافلة؟ الحوت أطول. مرحبا يا جميلة، قطعت مسافة طويلة للقائك. ألن تلقي التحية؟ أنا الحوت العملاق جابر. والآن سنغني مع الآنسة سوزي غناء جميلا. هيا غني. تقديم جميل، شكرا شكرا لكم. هاي، أتعرفون من يستخدم القياس غير المباشر؟ من؟ القراصنة. أنا قرصان البحار وأريد أن أقيس طول الحوت. هيا جميعا تعالوا معي بنات وصبيان، حتى نقيس طول الحوت مع أقوى قرصان. نجمع الكنوز من ذهب وأحجار، ونتعلم قياس المسافات في البحار. نستعمل ما بين أيدينا لقياس المسافات في البحار. لدينا طباخان صغيران هما جاك وجيم، إذا وقفا فوق بعضهما يصبحان بطول سليم. لدينا ثلاثة أشرعة لتدفع الرياح بنا، إن وضعت بشكل أفقي تصبح بطول السفينة. إن وضعت بشكل أفقي تصبح بطول السفينة. هناك حوت ظل يسبح طول الرحلة معنا، اقتربنا منه حتى رفع بمائه السفينة. إنه حوت كبير كبير بالفعل، وطوله بطول مركبنا، بطوله بالمثل. وجدنا الكنز الحقيقي من هذه الرحلة، إنه في طرق القياس، إنها طرق سهلة. إنه في طرق القياس، إنها طرق سهلة. معلمتي، أخبريني من فضلك، كيف يقيس العلماء طول الحوت؟ هذا سؤال رائع يا زيد. إذا تمكن العلماء من الاقتراب من الحوت فسيستخدمون مقياسا طويلا، لكنهم لا يستطيعون. نعم، لأن الحيتان تسبح مبتعدة. وهي تسبح بسرعة كبيرة. يحتاج العلماء إلى مقياس خاص بالحيتان. ربما يخترع أحد علماء الصغار هذا المقياس عندما يكبر. نعم. والآن أيها العلماء الصغار، سنعود إلى البيت. أين هو حفيدي زيد؟ أنا هنا يا جدتي. هيا لنعد إلى البيت. هيا بنا. أحب الركوب بالسيارة. حسنا يا صغيري، هل تعلمت القياس بالمسطرة؟ نعم، وتعلمت أيضا أننا نستطيع استخدام أشياء أخرى للقياس غير المسطرة. هذا صحيح. أتعلم، عندما كنت صغيرة أذكر أن أبي جدك الأكبر كان يحب قياس الأطوال. في بعض الأحيان كان ينسى مقياسه، لذا كان يستخدم كفه لقياس الأطوال. كان يقول
طول هذا الكلب 4 أشبار، أو طول هذا الباب 13 شبرا، أو صنعت فطيرة قطرها شبران. ذات مرة قاس طولي فوجده 6 أشبار. قصة مسلية جدتي، ولكن اليوم سأفكر في طريقة لقياس طول الحوت. أوه، أنا واثقة بأنك ستجد طريقة إذا فكرت جيدا، فأنت حفيدي الذكي. شكرا جدتي. أنا أحب جدتي كثيرا. اليوم تعلمت شيئا مفيدا جدا، فهمت كل شيء عنه. فاليوم تعلم القياس، والقياس غير المباشر. عدت إلى البيت. شكرا أبي. أنا هنا يا زيد. مرحبا أبي. مرحبا زيد، أخبرني، هل عرفت كيف تقيس الحوت؟ من الصعب الاقتراب منه واستخدام المقياس، لكن لا تقلق، سأخترع مسطرة لقياس الحيتان. أنا واثق بذلك يا بني. هل تريد استخدام مسطراتك لمساعدتي؟ نعم بالتأكيد. حسنا، قس طول هذه. رائع. حسنا، سنرى. 9 سنتيمترات. شكرا. 9؟ هناك قطعتان يمكنك قياسهما. هذا رائع، سأقيسها. 11 سنتيمترا. حسنا، تفضل. شكرا. آخر قطعة 9 أيضا. 9 أخرى. نعم، أخبرني يا أبي، ماذا تصنع؟ أصنع هذا. إنه حوت خشبي مذهل، لمن هو؟ حسنا، بعد طلائه سيصبح الحوت لك. لي أنا؟ شكرا يا أبي، إنه رائع. قست أطوال القطع الأخيرة، شكرا على المساعدة. 1، 2، 3. كان يوما مذهلا جدا، لقد تعلمت اليوم عن القياس وماذا نستخدم للقياس غير المسطرة. مثلا طول البطريق هو 4 مكبرات صوت. لا تقلقي يا مسطرتي، لن أتخلى عنك في القياس أبدا. تعلم القياس غير المباشر أعطاني فكرة، يمكننا يا أصدقاء أن نقيس الحوت من دون استخدام المسطرة. حسنا، وجدتها. إليكم فكرة ذكية لامعة مضيئة وكبيرة. سأقيس طول الحوت الأزرق. نعم، سأستخدم اختراعي الجديد، مقياس الحيتان. هذه الحيتان الصغيرة لها الحجم نفسه، وليس هناك فراغ فيما بينها. سأذهب إلى المحيط وسأستخدم مقياس الحيتان لقياس طول الحوت، ثم سأعد الحيتان الصغيرة لأعرف كم طول الحوت الأزرق. أليس اختراعا رائعا؟ تلك هي فكرة الذكية اللامعة المضيئة والكبيرة. شكرا، شكرا، وشكرا لكم. والآن بعد أن تعلمتم القياس غير المباشر، يمكنكم أن تجربوا. انظروا، عرض سريري زيد واحد. أنا زيد فتى العلوم. وتذكروا، لا تتوقفوا عن طرح الأسئلة أبدا يا أصدقاء. إلى اللقاء أيها العلماء. والآن سأقيس طول ناقص الصوت. ابحث ابحث اكتشف. مرحبا، أنا أعرف كيف أبحث وأفحص وأكتشف، وأنتم هل تعرفون؟ البحث، نحن نبحث لنعرف. الفحص، نحن نفحص الأشياء حولنا. الاكتشاف، بعد أن نبحث ونفحص نكتشف أشياء جديدة. أيها العلماء، سنقدم لكم كثيرا من المعلومات، سأتعلم وأصدقائي كيفية استخدام الأدوات العلمية، وسنستكشف حواسنا ونتعلم كيف نحافظ على صحتنا. انتظروا فتى العلوم. مغامرة جديدة في الأدغال، التالي مغامرات ميشو.